لمقر إقامة النادي الأهلي من فندق الإقامة في الإسكندرية قبل ساعات قليلة من مواجهة الاتحاد السكندري النهاردة. مباراة نتمنى إن احنا نستمتع بيها ونشوف فيها كرة حلوة من لعيبة النادي الأهلي. مش عايز أقول شباب النادي الأهلي لأن الحقيقة كلهم كبار، وأعتقد إنه فرصة على طبق من ذهب. خلينا نروح لفاروق نطمن منه على أخبار الفريق واللمسات الأخيرة لمستر ريكاردو سواريش ولعيبة الأهلي قبل مواجهة الاتحاد. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه للزميل العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من الاسكندريه وبالتحديد مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق الاتحاد الاسكندري في الجوله 29 للدوري المصري الممتاز. في المباراه المقرر اقامتها على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعه 9، زي طبعا ما استعرضت زميلي احمد ان هي مباراه في غايه الاهميه للنادي الاهلي، وبالنسبه لشباب النادي الاهلي واللعيبه اللي بيدفع بيها النادي الاهلي في هذه المباراه، اللي طبعا اللي انضموا من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. زميلي احمد تفاصيل كتير طبعا للفريق اليوم، اللي خليني اقول لك ان بالامس كان المران الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش، ثم التوجه الى الاسكندريه للمبيت باحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه. بالامس مستر ريكاردو سواريش عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين، طبعا الحافز اللي موجود عند اللعيبه الناشئين او اللعيبه اللي انضمت من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، طبعا كان في موجود 4 أو 5 لاعبين بصفه مستمره بيشاركوا او بيتمرنوا بصوره اساسيه مع الفريق الاول للنادي الاهلي، سواء احمد سيد عبد النبي، محمد اشرف، ومحمد نصير، ومحمد فخري، الى جانب زياد طارق. طبعا بعد يعني قرار مجلس اداره النادي الاهلي بانه الاهلي يستكمل مباريات الدوري باللعيبه الناشئين، واعتقد اكبر دافع وحافز للعيبه اللي موجوده انه يكون في الفريق الاول للنادي الاهلي، مستر ريكاردو سواريش ايضا عقد محاضره مع يعني بالامس وعقد جلسات مع اللاعبين. طبعا مباراه بيبقى ليها رهبه بالنسبه للعيبه اللي بتشارك وبتنضم لمعسكر النادي الاهلي لاول مره، يعني محمد احمد شرقيه شفناه في كاس الرابطه، ميدو نبيل، محمد حمدي ميسي في كاس الرابطه، اللعيبه اللي شاركت في كاس الرابطه، احمد سيد عبد النبي شفناه في كاس الرابطه. لكن نقدر نقول هو نتاج كبير جدا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي اللي بيأدي رساله ان دايما النادي الاهلي او الفريق الاول للنادي الاهلي لما بيحتاج قطاع الناشئين بيلاقيه موجود في الميعاد وفي الزمان. وطبعا المجهود الكبير والدور الكبير للكابتن خالد بيبو والمستر مايكل بروكيتش في تجهيز اللاعبين في اي وقت بيحتاجه الفريق الاول للنادي الاهلي. النهارده طبعا زميل احمد كان يوم لاعب النصر واحمد اشرف، هل من ضمن اللعيبه اللي تم اختيارهم اللي موجودين مع الفريق في اسكندريه؟ لا، خليني اقول لك زميلي احمد ان بالنسبه لصالح نصر واحمد اشرف مش في قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه، طبعا هم عناصر من العناصر المهمه والمميزه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لكن مستر ريكاردو سواريش ارتأى ان هو يكونوا موجودين خلال الفتره القادمه، وطبعا ايضا هيتم الاستعانه ببعض اللاعبين ايضا الى جانب هؤلاء اللاعبين في المباريات القادمه، لكن بالنسبه لصالح نصر واحمد اشرف غير موجودين مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. وانت زي ما انت عارف زميلي احمد ان النادي الاهلي عقب هذه المباراه هيستمر اقامه الفريق هنا في الاسكندريه ايضا استعدادا لمباراه المصري، فاذا بالتالي اللاعبين هيكونوا خارج قائمه النادي الاهلي هذه اللقاءين، لقاء الاتحاد ولقاء المصري. طيب، يعني كل التوفيق لفرقتنا النهارده، بشكرك شكرا جزيلا فاروق، ودي كانت اخبار الفريق من معسكر اقامته.